بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 90. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد في برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. أول أسئلة هذه الحلقة من المرسلة مها الراشد من القصيم، تقول في سؤالها الأول: ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغما عنها، وهل التي تريد أن تضحي وهي في بيتها أي لم تذهب للحج، هل لها أن تمشط شعرها وتستحم، علما أن شعرها يسقط وقت الاستحمام بغير إرادتها؟ جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن تساقط الشعر من المحرم أو ممن يريد أن يضحي عن نفسه في أيام العشر إذا كان من غير قصد ومن غير تعمد فإنه لا يضر، وإنما الممنوع تعمد أخذ الشعر للمحرم حلقا أو قصا أو نتفا، وكذلك بالنسبة لمن يريد أن يضحي عن نفسه في أيام العشر، عشر ذي الحجة، فإنه لا يتعمد إزالة الشعر. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤالها الآخر تقول: إذا أدى الحاج العمرة وخرج بعد ذلك لزيارة أقاربه خارج الحرم، هل يلزمه طواف الوداع وهل عليه شيء في ذلك؟ بقي من السؤال الأول حكم الاغتسال بالنسبة للمحرم وبالنسبة لمن يريد أن يضحي عن نفسه في أيام العشر. حسن، لا بأس بالاغتسال والتنظف، الحمد لله، وكذلك من إصلاح شعر الرأس، لكن برفق حتى لا يتساقط منه شيء. نعم. وأما السؤال الثاني، نعم، تقول: إذا أدى الحاج العمرة وخرج بعد ذلك لزيارة أقاربه خارج الحرم، هل يلزمه طواف الوداع وهل عليه شيء في ذلك؟ أدى الحج أو العمرة؟ العمرة. العمرة ليس لها وداع على الصحيح، وإنما الوداع الواجب للحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لحديث ابن عباس: أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فالوداع إنما يجب في حق الحاج. وأما المعتمر فإن طاف للوداع فلا بأس، وإن لم يطف فلا حرج عليه. نعم. أحسن الله إليكم. المرسلة فاطمة أبو علي تقول: ما الحجاب الشرعي الصحيح، وهل تحاسب المرأة على عدم لبس هذا الحجاب؟ نرجو من فضيلتكم تقديم النصيحة الشافية للنساء. الحجاب بالنسبة للمرأة هو ما يستر جسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمه، سترا كاملا، ولا يكون فيه زينة ملفتة للنظر، ولا يكون ضيقا يبين أعضاء الجسم، ولا يكون شفافا لا يستر ما وراءه. هذا هو الحجاب الشرعي الذي أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل تغطية جميع بدن المرأة عند الرجال الذين ليسوا من محارمه، بما في ذلك الوجه والكفان وسائر الجسم. نعم. المرسل عين ألف يقول: ما حكم المسح أو الإشارة إلى الركن الجنوبي الغربي للكعبة المشرفة في أثناء الطواف، وكم عدد التكبيرات التي تقال عنده وعند الحجر الأسود؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الركن اليماني يستلم باليد إذا تيسر ولا يقبل، فإن لم يتيسر فإنه يمضي ولا يشير إليه، وأما الحجر الأسود فإنه هو الذي يستلم ويقبل ويشار إليه إذا لم يمكن الاستلام، يشار إليه ولو من بعد، ويقول بسم الله والله أكبر عندما يحاذي الحجر ويشير إليه أو يقبله ويستلمه. نعم. في سؤاله الثاني يقول: ما حكم الإسلام في رجل قالت له زوجته: أريد أن ألبس الحجاب طاعة لله ورسوله، فقال لها: هل تريدين أن يضحك الناس علينا؟ نرجو توجيه النصح لمثل هؤلاء، جزاكم الله خيرا. يجب على هذه المرأة أن تلتزم بالحجاب وأن تحتجب، ولا تطيع زوجها إذا منعها من ذلك
ذلك أو انتقدها، قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فليس للزوج طاعة في إذا أمر بمعصية أو مخالفة، ليس له طاعة، الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما طاعة الزوج وغيره تكون بالمعروف لا بالمعصية. وانتقاد الناس وضحكهم على المسلمة إذا احتجبت لا يضره، بل يزيدها أجرا عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. ولم يصرف هذا المسلمين عن دينهم، ولم يعبأوا بهذه السخرية وهذا الضحك منهم، بل يزيدهم ثباتا على دينهم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الأخير: ما حكم تعليق الصور في المنازل كصورة الوالد الذي مات أو الأم أو الأخ حيث يراد بها الذكرى فقط؟ لا يجوز تعليق صور ذوات الأرواح، لا من الآدميين ولا من البهائم ولا من سائر ذوات الأرواح، لا يجوز تعليقها على الجدران لا للذكرى ولا لغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سترا في بيت عائشة فيه تصاوير تغيظ عليه الصلاة والسلام وأبى أن يدخل المنزل حتى هتك ذلك الستر وأزيل عن مكانه. ولأن تعليق الصور يجر إلى الفتنة وربما يؤول إلى الشرك وتعظيمها هذه الصور المعلقة، خصوصا إذا كانت هذه الصور لمعظمين كالعلماء والرؤساء وغير ذلك، فإن هذا سبب للتعلق بها والتبرك بها، وإن لم يكن تبركا ولا فإنها محرمة لأن هذا فيه إعلان للمعصية. نعم، أحسن الله إليكم. عبد الله أحمد بن حائل يقول: أيهما أفضل، حج النافلة أو التبرع بنفقتها في وجوه الخير؟ إذا كان هناك أهل حاجة وأهل ضرورة فإن التصدق عليهم أفضل من حج النافلة، وأما إذا لم يكن هناك محتاجون حاجة ضرورية أو ملحة فإن الحج أفضل. نعم، أحسن الله إليكم. المرسل خالد يحيى من مكة المكرمة يقول: ما حكم قصر الصلاة للحاج خلال إقامته أكثر من 4 أيام في مكة، وكذلك صلاة الراتبة حيث السنة في السفر ترك السنة؟ من أراد إقامة 4 أيام في أثناء سفره سواء في مكة أو في غيرها، 4 أيام فأقل، لا بأس أن يقصر الصلاة إذا صلى وحده أو صلى مع مسافرين مثله، أما إذا صلى مع المقيمين أو أهل البلد وجب عليه الإتمام، لأن المأموم تبع للإمام فيجب عليه الإتمام. أما إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإن السفر ينقطع ويلزمه إتمام الصلاة لأنه صار مقيما والمقيم يتم الصلاة. نعم، آخر السؤال الشيخ عن السنن الراتبة: من جاز له القصر فإنه لا يصلي السنن الراتبة، من قصر الصلاة في السفر فإنه لا يصلي الراتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في السفر ولم يكن يصلي قبلها ولا بعدها شيئا من النوافل. نعم، وقال ابن عمر رضي الله عنه: لو كنت مسبحا يعني متنفلا لأتممت الصلاة. نعم، يقيم بعض الإخوة في الحرم المكي، وكون الله جل وعلا يخفف عنك الصلاة إلى 2 ركعة ثم أنت تريد أن تصلي زيادة على ذلك وتقول هذه راتبة، هذا خلاف السنة. أما صلاة الليل والوتر والتهجد هذا شيء مطلوب. طيب، نعم، بعض المقيمين في الحرم للصلاة أكثر من 4 أيام يختلفون في أداء السنة الراتبة، فبعضهم يقول فرصة لاغتنام الأجر وبعضهم يقول نحن في سفر، فما قولكم؟ الذي يقصر الصلاة الأفضل أنه ما يصلي الراتب لا في الحرم ولا في غيره، الذي يقصر الصلاة الأفضل أن لا يصلي الرواتب لا في الحرم ولا في غيره إلا راتبة الفجر، راتبة الفجر تصلى في السفر وفي غيره. نعم، أحسن الله إليكم. المرسلة سارة محمد من الرياض تقول: المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئيا بعد 10 أيام، فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. النفس إذا انقطع عنها الدم انقطاعا كاملا أصبحت طاهرة، تغتسل وتصلي وتطوف وتسعى لأنها أصبحت طاهرة ولو كانت في 40، لأن المدار على وجود الدم وعدمه، فما دام الدم موجودا فإنها نفس إلى تمام 40، وإذا انقطع الدم انتهى النفس. نعم، أحسن الله إليكم. المرسل عين لام يقول في سؤاله الأول: بودنا أن تبين الشرك الأكبر وأنواعه، وهل من مات عليه معدود من المسلمين، والشرك الأصغر وأنواعه، وهل من مات عليه معدود من الكافرين؟ الشرك
الأكبر ضابطه صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كمن دعا غير الله من الأموات أو استغاث بالأموات أو نذر للقبور، كل هذا من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. وإذا مات عليه ولم يتب منه فإنه يكون من أهل النار خالدا مخلدا فيها. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما الشرك الأصغر فهو مثل الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا بعمل الآخرة، يطلب الدنيا بعمل الآخرة، هذا كله من أنواع الشرك الأصغر، مثل الحلف بغير الله عز وجل، هذا من أنواع الشرك الأصغر، وصاحبه مسلم ولكنه فاعل لمحرم يأثم عليه ويجب عليه التوبة منه. نعم. يفسد العمل؟ لا، يفسد العمل الذي واقعه، يعني الرياء. نعم. الرياء يفسد العمل الذي واقعه وكان فيه، أما بقية الأعمال فإنه لا يحبط، التي ليس فيها رياء لا يحبطها. نعم. يقول في سؤال الآخر: ما حكم خروج النساء وراء الميت عند تشيع الجنازة؟ النساء لا يجوز لهن تشيع الجنائز ولا الخروج إلى المقابر، وإنما هذا من عمل الرجال خاصة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. واللعنة تدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور ولا أن تشيع الأموات، وإنما هذا من خصائص الرجال. نعم. يقول في سؤال آخر: ما حكم تعليق بعض الناس حجابا على أطفالهم؟ قد يكون فيه شيء من القرآن أو أوراق مكتوبة عند بعض العرافين. هذا ما يسمى بالتمائم، هذه التعليق التي تعلق على الرقاب أو على السيارات أو على الدواب أو في البيوت يراد منها دفع العين وكف الشر، هذا يسمى بالتمائم. فإن كان هذا المعلق يشتمل على الشرك ودعوة لغير الله عز وجل، أو يشتمل على أسماء شياطين وأسماء الجن، فإنه محرم بإجماع المسلمين، وهو شرك بالله عز وجل، لأنه استعانة بغير الله. وإن كان هذا المعلق من القرآن خاصة ومن الأدعية النبوية وليس فيه شيء من الشرك، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، قيل إنه جائز لأنه لا محذور فيه، لأنه من كلام الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا محذور فيه، ولكن الصحيح أنه لا يجوز أيضا، لأنه داخل في عموم الرقى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فهو داخل في عموم الرقى والتمائم. الصحيح المنع من تعليق التمائم مطلقا، سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤال الأخير: هل القنوت في صلاة الفجر كل يوم سنة، يعني الدعاء في نهاية الصلاة، وما حكم فعله؟ القنوت في صلاة الفجر وفي غيرها من الفرائض إنما يشرع عند النوازل، عندما يحصل للمسلمين نازلة وضائقة من عدوهم ونحو ذلك، فلا بأس أن يقنتوا، أو يستحب لهم أن يقنتوا بدعاء أن يرفع الله عنهم ما نزل بهم. فقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يدعو على أناس من المشركين آذوا المسلمين، وقنت صلى الله عليه وسلم أيضا يدعو لأناس من المستضعفين بمكة أن يخلصهم الله من أذى المشركين. فإذا كان القنوت من هذا النوع لأجل رفع نازلة نزلت بالمسلمين أو ببعضهم فهو مشروع في صلاة الفجر وفي غيرها من الفرائض. أما إذا لم يكن هناك سبب وليس بالمسلمين نازلة، فإن الجماهير من أهل العلم على أنه لا يجوز القنوت في صلاة الفجر، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دائما، وإنما ورد في النوازل الخاصة. نعم. أحسن الله إليكم. المرسلة جيم واو من الزلفي تقول في سؤالها الأول: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز للمرأة ترديد آية الذكر الحكيم بسرها وهي حائض؟ الحائض تحرم بدون صلاة، تحرم بدون صلاة، والصلاة قبل الإحرام ليست واجبة لا على الحائض ولا على غيره، ولكن الحائض ممنوعة من الصلاة، إذا كانت ممنوعة من الفريضة فمن باب أولى أن تمنع من النافلة، فالحائض تحرم
والنفساء تحرم ولكن بدون صلاة، وتلبي ولكن بدون صلاة. وأما أنواع الأذكار كالتهليل والتكبير والتسبيح هذه تأتي بها الحائض، والأوراد الصباحية والمسائية والدعاء هذا تأتي به الحائض. إنما الخلاف في قراءتها للقرآن الكريم، هل تجوز أو لا، هذا هو موضع الخلاف. أما الأذكار التي ليست قرآنا فلا بأس أن تأتي بها الحائض لأجل حاجتها إليها، ولأنها غير ممنوعة من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. تقول في سؤالها الآخر: امرأة نزل عليها الدم وهي في طواف الإفاضة ولم تخبر وليها حتى عادت إلى بلدها، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ وهو غير صحيح، وهو باق في ذمتها وحجها لم يكمل، فعليها أن تعود، يعود بها وليها ومحرمها إلى مكة وتؤدي طواف الإفاضة، تؤدي طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان الحج وهو باق في ذمتها، ولا يتم حجها إلا به. وإن كان حصل عليها جماع بهذه الأثناء فإنها يجب عليها أيضا أن تذبح شاة في مكة توزعها على الفقراء والمساكين في الحرم. نعم. أحسن الله إليكم. المرسل عبد الحميد مرسي يقول في سؤاله الأول: ما حكم من زعم أنه من أتباع الطريقة الصوفية ويتمسك بها ويترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الواجب اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وترك الطرق المحدثة المخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وأمر بالعض عليها بالنواجذ، ونهى عن محدثات الأمور، وقال: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه الطرق الصوفية محدثة في دين الإسلام، ليست من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من سنة خلفائه الراشدين، ولم تعرف إلا في القرون المتأخرة بعدما فشى الجهل وكثر الشر في الأمة ودخلها الدخيل من الفرق الضالة، جاءوا معهم بهذه المحدثات ومنها طرق التصوف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: ما حكم قراءة القرآن على القبر عند دفن الميت، وهل فعل ذلك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تجوز قراءة القرآن عند الجنازة ولا عند القبر، لأن هذا الشيء لم يرد به دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقرأ على المحتضر، يقرأ على المحتضر الذي في سياق الموت. ورد أنه تقرأ عليه سورة ياسين على ما في السند من مقال، ولكن إذا فعل عند المحتضر فلا بأس، وتركه أولى أيضا. أما بعد ما تخرج روحه فإنه لا يتجوز القراءة عليه، لأن هذا شيء لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى القراءة عند القبور، هذا شيء لم يرد. يدخل ضمن هذا القراءة في مجالس العزاء، والقراءة في مجالس العزاء والقراءة لروح الميت، قراءة الفاتحة لروح الميت، كل هذا غير مشروع. المشروع التصدق عن الميت والدعاء له والاستغفار له والحج والعمرة عنه، هذا الذي وردت به الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الأخير: هل يجوز لمن يطوف على القبور، يقصد قبور الأولياء، أن يكون إماما على الميت الذي يموت، وما حكم صلاته على هذا الميت، هل تجزئ أم لا؟ طواف على القبور هذا عبادة لغير الله عز وجل. إذا كان يطوف بالقبر تقربا إلى الميت فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. وإن كان يظن أن هذا الطواف لله عز وجل وليس لأجل الميت، إنما هو لله، فهو بدعة ووسيلة من وسائل الشرك والعياذ بالله. فلا يجوز الطواف على شيء على وجه الأرض إلا على الكعبة المشرفة. قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، طهر بيتي للطائفين. طواف إنما يجوز على بيت الله عز وجل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وما عدا ذلك فلا يطاف على شيء على وجه الأرض، لا على قبور الأولياء ولا مقامات الصالحين ولا الأشجار ولا الأحجار ولا غير ذلك. ومن فعل ذلك فإن كان يتقرب بذلك إلى الميت فهو مشرك، الشرك الأكبر. لا تجوز صلاته ولا إمامته ولا أعماله حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. أبو محمد من الرياض بعث سؤالين، يقول في أولهما: ما حكم من صلى منفردا خلف الصف، هل صلاته صحيحة أم لا؟ صلاته غير صحيحة لورود النص بذلك. رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لفذ خلف الصف، والفذ هو المنفرد، والواجب على من جاء للصلاة أن يدخل مع المأمومين إن وجد له مكانا، أو يدخل عن يمين الإمام إذا أمكن، فإن لم يمكن هذا ولا هذا فإنه ينتظر إلى أن يدخل من يصلي معه، وهو في انتظاره يكون معذورا، والحمد لله. نعم. يقول في سؤاله الآخر: لي جار قريب من المسجد يسمع النداء ولا يصلي، وهو يزعم أنه مشغول، فما حكم فعله، وبماذا تنصحونني تجاهه حيث إني أخشى الحرج من ذلك؟ جزاكم الله خيرا. يجب على المسلم أن يصلي مع المسلمين في بيوت الله عز وجل. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وحرق سوى وهم صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة عليهم بالنار. كل هذا مما يدل على وجوب صلاة الجماعة، والعذر لا يكون عذرا إلا إذا كان عذرا شرعيا، كالخوف الذي يحول بينه وبين المسجد، وكالمرض الذي يقعده عن الذهاب إلى المسجد، الأعذار الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. آخر رسائل الحلقة من الأخت سناء مروان من مصر، تقول في سؤالها الأول: هل يجوز للمرأة الذهاب إلى المطاعم؟ المرأة يجب أن تبقى في بيتها ولا تخرج من بيتها إلا لما لا بد لها منه مع التستر والاحتشام، ومن ذلك الأكل تأكله في بيتها، وإذا احتاجت إلى شراء طعام من المطعم فلترسل من يشتري لها أو تشتري هي وتأكله في بيتها، ولا تجلس تأكل في المطعم، لأن ذلك يعرضها إلى كشف الحجاب، وربما يعرضها إلى الاختلاط بالرجال، وربما يهون عليها الخروج من البيت لغير حاجة وغير ذلك من المحاذير. فالمرأة الأصل أن تبقى في بيتها، لأن هذا أحفظ لها وأحوط لها، ولا تخرج إلا لحاجة لا بد منها مع التزام الحياة والستر والبعد عن الاختلاط. نعم. فضيلة الشيخ، قد ينازع في هذا كثير من أصحاب الأقلام والمقالات. علينا من الأقلام ولا إحنا علينا من سنة الرسول. المقصود أنا أقصد أن المسألة كيف نوجه يعني الأخت المسلمة والرجل المسلم إلى هذا، يعني بالتزام بك كتاب الله وسنة رسوله وما عليه سلف هذه الأمة، هذا الذي نوجههم إليه، وإن خالفهم من خالف. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت سناء مروان جل وعلا يقول لنساء نبيه وهن أفضل نساء، يقول: وقرن في بيوتكن، والقرار في البيوت هو البقاء فيها، فإذا كان هذا في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن أزكى نساء العالمين فإن غيرهن من باب أولى إن تقر في بيتها. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤالها الأخير تقول: ما حكم رسم الصور ذوات الأرواح وغيرها من أجل تقريب المثال أو القصص لأذهان الأطفال، وهل صحيح أن الحيوانات مثل الإنسان فيجوز تشبيه الإنسان بالحيوان؟ جزاكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله عز وجل. والأحاديث في هذا كثيرة، فلا يجوز تصوير ذوات الأرواح من حيوانات أو آدميين أو طيور أو غير ذلك، كل ما فيه روح يدخل في هذا الوعيد وهذا النهي وهذه اللعنة على من فعله. وتوضيح المعلومات يكون بغير التصوير، ما زال المسلمون يعلمون أولادهم وغيرهم بدون استعمال الصور والتصوير، وقد حصلوا من العلم على ما لم يحصل عليه غيرهم من الأمم وهم لا يصورون هذه الصور. نعم. تشبيه الإنسان بالحيوان شيء، لأن الله كرم بني آدم فلا يشبه الإنسان بالحيوان، ولا يجوز للإنسان أن يتشبه أيضا بالحيوانات. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ابن
بن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لفضيلته ما تكرم به من الجواب، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ونحن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم على عنوان البرنامج الدائم المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. وفي الختام هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت ناصر الجريسي، والسلام عليكم.